اكلمك في مؤخرا بقى على مستوى الاجانب سواريش وفايلر وموسيماني وكولر، الفرق من الاربعه ايه؟ مستر فايلر انا هو اتصعدت معاه، قعدت معاه بعد الكورونا على طول تقريبا شهرين بس ما طولتش معاه، فهو كان مفيد ليا بالنسبه لي جدا، كان اول مدرب اجنبي اتمرن معاه، كان ليه فكر كبير بيساعدك دايما في الملعب، كان دايما معظم لعبه اللي قدام كان بتستلم الكره كان في تمرين بيعملها ان انت ما ينفعش تباصي اصلا لورا، دايما لعبك لقدام لقدام، فده كان بالنسبه لنا كان فكر جديد، او بالنسبه لنا كان فكر اون تارجت على الجون وايجابي كل انت دايما دايما التارجت بتاعك ان انت تجيب جون، ما ينفعش ترجع الكره، ما ينفعش تلعب يمين شمال، انت اقل عدد لمسات بتوصل للجون فيها. بعدها على طول موسيماني ورحت انا البنك الاهلي، ورجعت انا من فتره اللي هي الاعاره، رحت البنك الاهلي اعاره، وبعد كده رجعت ما لعبتش مع موسيماني كتير، او تقريبا لعبت تقريبا 3 ماتشات بس، وبعد كده مستر كولر يعني. طيب الفكر ما بين فايلر وموسيماني في اختلاف في التفكير في طريقه اللعب في الاداء بالنسبه لك كلاعب انت تقدر تحس بيها؟ مستر فايلر ليك يعني ليه الماتشات كلها عامه او التارجت بتاعه ان انت تجيب جون باقل عدد لمسات، دايما لعبك لقدام. مستر موسيماني كان ليه دايما فكر تاني ان انت بتجمع لعب في مكانه وبعد كده تنقل الناحيه الثانيه اللي انت توصل للجون وتفضي مكان لنفسك، كان كل واحد حولات. تفكير كان كل واحد ليه تفكير معين، بس انت في الاخر برده الهدف بتاعك واحد يعني. كولر كولر ده يعني ده ميكس بقى ما بين مستر فايلر وموسيماني، هو دايما ليه فكر معين، دايما بيديك الثقه ان انت تلعب براحتك، بتلعب باداء بيطلع كل اللي عندك سواء حتى لو انت وحش، ونفسيا بيعاملك كويس جدا، ما بيخليش مثلا عندك اللي انت تيجي التمرين وانت زهقان، بالعكس انت بتيجي وانت عايز تطلع كل حاجه، عايز توريه انت قد ايه كويس، التمارين بتاعته مش قليله خالص، ممكن تروح تتمرن التمرين بتاعه ما تطلعش فيه حاجه، او تتمرن تمارين لا عاديه، لا التمارين بتاعته كلها كوره، التمارين كلها على الجون، التمارين كلها بتزودك انت من الناحيه الشخصيه يعني، اصلا في كل التمارين بعد التمرين بيكون ليك انت مثلا نص ساعه اللي انت ممكن تتمرن وتلعب تزود حاجه انت ناقصاك، فدي كانت حاجه ميزه مش عندي مدربين كتير انا اتمرنت معاهم يعني. اللي انا بقى يعني قبل ما اقفل بقى قصه الاربعه او ثلاثه انت اتمرنت معاهم، موقف مع كل واحد فيهم، موقف انت ما تنساهوش بقى، موقف واحد بيشدك، واحد بيحفزك، واحد بيتكلم معاك، لو هبدا معاك مثلا بسواريش. مستر سواريش لا كان كويس معايا يعني، هو اخر مره كان اتكلم معايا قال لي انت بالنسبه لي شخص كويس، بتجتهد، بتعمل اللي انا عايزه، بطلب منك 1 2 3، انت عملت 1 2 3 وزودت 4 5 من عندك، فدي حاجه كويسه، كان دايما كلامه معايا كويس ان هو مش محتاج حاجه مني اكتر من كده. موسيماني موسيماني حصل مع موقف ايام كورونا، كان جالي كورونا فكنت انا وكذا حد ناوي الاسماء بقى خلص الموقف خلص اصلا خلاص يعني الكورونا دي خلصت خلاص. لا كان كنت انا واحمد عبد القادر وطاهر، فاحمد عبد القادر كنا احنا الثلاثه واقفين وكان جالنا كورونا في نفس الوقت، فهو واقف قدامنا فقال لي طاهر، قال لي طاهر احنا داخلين على كاس عالم، فانت روح وعوض اللي انت خسرته من الكورونا واشوفك على كاس العالم. روح كل بقى روح كل لا ده عادي روح انت مالوش كل. عبد القادر قال له تعالى، قال له انت كويس، قال له الحمد لله، قال له خلاص انت روح، روح عند اهلك أهل. وكل هو عارف لو مش من القاهره، فقال له روح عند اهلك وكل وعوض اللي انت برضو نفس الكلام عوض اللي انت عملته وتعالى وانا التالت واقف جنبهم كده، فبص لي قال لي ليتس جو يلا. انا عاطش معاكم ولا هو قال لي عاطف يعني، قال لي على التمرين. فبعدها برضو في موقف ما كانش بيلعبني خالص، ما كنتش بشارك معاه خالص، فجالنا الفتره اللي هي قبل كاس الرابطه، بس انتوا مجبورين بقى تشاركوا في كاس الرابطه دي، مجبورين نشارك، ان احنا كان بيلعب كان صعدوا كتير من الناشئين، فهو ما يعرفش حد غير 3 4، وكنت انا من ابرز الناس اللي هو يعرفهم، فهو بجري حوالين الملعب، المفروض بتاهل من الكورونا دي لان هي بتكون بتخسر، اذا كنت بتخسر وزن وبيشوف بقى حاجات تبع تاخد برنامج معين بتمشي عليه، فانا بجري حوالين الملعب فمش هنسى يعني، فناديته كده ما كانش بيكلمني خالص قبل كده، فلقيته بيقول لي ماي بوي اي نيد يو، قلت له تعالى ماي فازر بس بعد كده كملت بقى معايا انا عايزك تلعب الرابطه معايا قلت له انا الاثنين يعني.